يا مهاجري هكا دوري واشرب كوثري نادى كتاب الله ويشكو في ألمي يا خلق أنا القرآن كفى أجرا سواري يا مهاجري هكا دوري سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا إبراهيم يا موسى بن جعفر. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا جعفر يا محمد بن علي. السلام عليك يا مولاي يا بقية الماضين وحافظ أسرار رب العالمين. السلام عليك يا سيف الله الذي لا ينبو. السلام عليك يا نور الله الذي لا يخبو. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. يا لها من ليلة هذه الليلة. البعض قبل ليلة القدر الأخيرة يعيش حالة من التوتر والقلق، لا يدري ماذا يجري علينا الليلة. لو كشف عنك الغطاء لما هدأ طرفك الليلة من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل. هذه الليلة سيكتب عليك كل شيء. العام الذي مضى كم رأيت من البلاء، كم رأيت من الشقاء. لا تقل أنا إنسان معافى، لا تقل كنت إنسانا سعيدا تخرجت من الجامعة، لا تقل في العام الماضي تزوجت، لا تقل في العام الماضي أنجبت. هذه حالات الحيوانات أيضا، الحيوان يتزوج والحيوان ينجب. أنا وأنت خليفة الله في الأرض، هل عملنا بمقتضى الخلافة الإلهية؟ هل كنا عبدا كما يحب ويرضى؟ كيف حال صلاتك في العام الذي انصرم؟ كم مرة نمت عن صلاة الفجر رب العالمين ألقى عليك النعاس؟ لا لصلاة الليل بل حتى لصلاة الفجر. صلاتنا ليست على ما يرام، علاقتك بالقرآن كيف؟ لا بأس في شهر رمضان البعض غاية ما يصنع ختمة قرآنية كاملة، ولكن من شوال إلى شعبان لا يقرأ جزءا واحدا. هذه علاقتنا بكتاب ربنا. زرنا المشاهد، أية زيارة، زيارة واعية، زيارة مغيرة. بعض الإخوة من مسؤولي هذه العتبة المشرفة زاروني قبل قليل في السكن، قال لي قل لإخواننا المؤمنين، قل للزوار الزيارة لا تنتهي عند الباب، حالاتك عند الضريح وعند المشهد هذا لا يكفي. بعض من لا يعتقد بأئمة أهل البيت من إخواننا أصحاب المذاهب رأيتهم عند الضريح أيضا يتوسلون، هؤلاء يعتقدون بعضهم بالتوسل. ولكن استصحب الزيارة في المنزل. رحم الله أحد علمائنا الأبرار، هؤلاء تربية مدرسة أهل البيت، نقل كلام العلماء لا ينافي مقام الأئمة، هؤلاء تراب أقدام أئمتهم.
أحد المراجع العظام له باع في هذا الطريق، هكذا سمعته يقول: لا يكن من همك أن تذهب الحرم. إذن ما هو الهم؟ كونوا معي يا زوار موسى بن جعفر، من يسمع حديثي في كل مكان، ليكن همك أن يأتيك الحرم. قبل أن أصعد المنبر أحدهم اتصل بي من ولاية بعيدة في العالم، قلت له: أدعو لك في أقصى بلاد العالم وقلبه عندكم، هذا الحرم يأتيه، النظرة الولائية تشمله، الجنازة تدخل الحرم خشبة وفيها جنازة هامدة، كن حيا، الحي ينتفع بهذا المقام الشريف، الميت ينتفع، ولكن الميت انتهى عمله. يعلم الله في قلبي هذه الليلة حديث كثير، أيا منها أذكر، الفرصة محدودة. طلب العلم من أهم مزايا هذه الليلة، تفكر ساعة خير من عبادة سنوات. الحمد لله حديثنا البارحة أثر في البعض إن شاء الله، وهذه الليلة إن شاء الله كذلك. هذه الجلسة المباركة مستمرة، ليالي نجلس معكم بجوار الجوادين، عسى أن نخرج بفائدة. لم أرتب الأفكار هذه الليلة، ما يأتيني هو رزقكم إن شاء الله. ليلة القدر خير من ألف شهر، هذا قمة العناية بالأمة. أعمارنا قصيرة، النبي عاش 60 وكذا سنة، أمير المؤمنين كذلك، سيد الشهداء كذلك، أعمارنا قصيرة. رب العالمين من علينا بليلة القدر، رب العالمين رأى عمر الأمة عمرا قصيرا، عوض هذا القصار بليلة القدر. إذا بقي من عمرك 20 سنة، ما قيمة 20؟ الذي في 40 يتزوج، رأينا بعض المتزوجين زواجه الأول في 40، يقول: أنا شاب. بعد 20 سنة تنتهي القصة. أو تعلم أن عمرك الواقعي 20,000 سنة، في كل ليلة قدر لك 1000. وقلنا للإخوة: خير من 1000 شهر، لا يساوي 1000 شهر. ولهذا إذا انتهت الليلة ولم تقبل، إخواني بالله عليكم تأملوا هذه الجملة: إذا الليلة ما رق قلبك، هذه مشكلة الليلة. إذا ما دمعت عينك، اعلم أنك هناك خلل في باطنك. البارحة وغدا لا يضر، الليلة يضر، الليلة تضر قسوة القلب. إن شاء الله كل من في هذا المحفل يبقى. إخوة الحرم بش قالوا لي: طعام السحور يكفيكم جميعا، لا تترك الحرم الليلة لأجل لقيمات، ولو لم تتسحر لا ضير، اذهب إلى الإمام وقل: يا مولاي أعني على صوم غد، لا أريد سحورا. تخرج من الحرم لتأكل لقمة في المنزل؟ ما هكذا الظن. هذا الجمهور لا يخرج واحد منكم إن شاء الله إلا بعد أذان الفجر. ومن الممكن بعد التنسيق مع إدارة الحرم عند الضريح قبل الفجر يكون لنا موعد إن شاء الله، نتكلم الكلمات الأخيرة مع الله عز وجل عند الجوادين إذا وسع المكان. قبل أذان هذا الفجر بربع ساعة، بنصف ساعة، خذ زاوية من الحرم هنا في الرواق، أي مكان، قل: يا رب
بعد قليل سيختم الملف، القاضي حكم، القاضي يحكم سعادة شقاء. لو مسك القاضي القلم وأمامه خيارات: الإعدام، الحبس المؤبد، الحبس الشاق مع الأعمال الشاقة، وآخر جملة: العفو الكامل. ألا تمسك قلم القاضي؟ يقول: سأكتب الحكم بعد 10 دقائق. تقبل رأسه إلى قدمه، تلحس تراب رجليه: أيها القاضي، خذ الخيار الأخير، لا تكتب علي الإعدام، لا تكتب علي الحبس المؤبد. هذه الليلة كلنا كذلك، إما إعدام القلب، إما الحبس المؤبد في دائرة الهوى، إما الطرد من الرحمة الإلهية، وإما العفو الشامل. هذا الكلام لا يقنع، هذا الكلام لا يثير. أنتم تبكون أمامي، الذي أمام التلفاز أيضا ضع رأسك في حجرك، شاركنا هذا المجلس، أنت بعين الله. لا تقل أنا في عاصمة غربية ما لي وهذا الكلام، هذا الكلام ينفعك. نريد هذه الليلة الملايين تشاركنا المحفل حضورا وغير حضور. الحمد لله هذه الليلة الفضائيات كثير منها تبث هذا المجلس، لا فخر أقول هذا، هذه فرصة. نريد الملايين تضج إلى الله هذه الليلة. قوم يونس أشرف عليهم العذاب، ولكن ضجوا إلى الله عز وجل، تحولوا إلى أمة متضرعة. إخواني، لي عتب، من كم سنة سقط النظام؟ عذرنا ذاك اللعين، عذرنا ذاك الحزب البائس، الآن ما هو عذرنا؟ على رؤوسكم ترفرف رايات الحسين والعباس، ما هو عذرنا؟ على رأس هذا البلد هناك حكومة، ولكن المرجعية العليا على رأس البلد، أليس هذا فخر لنا؟ كنا نرى الوجوه الكالحة في الطرقات والسيطرات، الآن ترى الوجوه النيرة، ماذا عذرك بعد الآن؟ ما شكرنا الله حق شكره، إي والله ما شكرناه. طوال السنة نرى هذا التضرع، ليلة واحدة في السنة أين التضرع؟ أين البكاء من خشية الله؟ مصيبة الحسين يبكي عليها الهندوس في بلاد الهند، مصيبة الحسين أثرت على الكفار، النصارى يبكون على الحسين، هذا مفروغ من. اجعل لك خطا آخر، طر بجناحين، جناح التوسل نعم الجناح، ولكن علاقتنا بالله وبالتضرع ليست على ما يرام. هذه الليلة أعيد النظر في حساباتكم، تقول متى نتضرع؟ في صلاتك اليومية تضرع، استغل القنوت. هذه الصلاة الشكلية ماذا تنفعنا؟ فيها كل شيء إلا رب العالمين، الزوجة في الصلاة، العمل في الصلاة، الأولاد في الصلاة، الوحيد الذي ينسى رب العالمين. ببركة ليلة القدر هذه قلت في قلبي كلام كثير، أيها أذكر، من اليوم كن مصليا قانتا لله، كل شيء من عملك تبع لصلاتك. نحن هذه في الليلة الثانية من استشهاد أمير المؤمنين صاحب المقام، ماذا يقول؟
صاحب المقام إمامنا الشهيد ماذا يقول؟ كل شيء من عملك تبع لصلاتك، كل شيء من عملك تبع لصلاتك. المصلي الناجح سياسي ناجح. سيد الشهداء في يوم عاشوراء صلى صلاة الحرب: أيها المقاتلون لا تتركوا الصلاة في أول الوقت، أنت لست أعلى من الحسين وأصحابه. صلاة في أول الوقت يبني سياسيا ناجحا. إن شاء الله رئاسة الوزارة والوزراء يسمعون كلامي، ولو البعض منهم إذا قال المؤذن الله أكبر ولم تكن جلسة طارئة أغلق الجلسة، توجهوا إلى الله عز وجل. تريدون النجاح والفوز؟ تريدون التسديد؟ قل اللهم لبيك صلينا بين يديك. الاجتماع الوزاري أهم أم قتال الحسين لعدوه؟ أتقن صلاتك من يوم غد، اجعل خير صلاة مرت عليك صلاة الفجر يوم غد، أتقن هذه الصلاة إن شاء الله بمنه وكرمه. هذه الكلمات تترجم. إخواني، البعض من الشباب سألني، قلت الحمد لله المفاهيم تلتقط بسرعة. لا تكن أهل الحال، كن أهل المقام. حالاتك في الحرم تنتهي، شهر رمضان ينتهي، بكاؤك الليل ينتهي مع الفجر، هذا عارض لا تعول عليه. لا تقل أنا بحمد الله تغيرت، ما الذي جرى؟ ليلة واحدة. المثل يقول بوردة واحدة لا تبني بستانا، ليلة واحدة لا تجعلك قديسا، هذه الليلة تنقضي. الأطفال أمامي يحيون هذا الليل أيضا، إحياء الليل ليس بفاخر. الكلام في الأيام القادمة ماذا تصنعون؟ جملة أخرى، هذه مقدمات للإحياء إن شاء الله. البعض فائدة علمية لا بس توجه، هذا تقريبا غلبت عليه الحديث العاطفي. كلمة علمية كونوا معي. الروايات واردة في فضل الأعمال. من زار الحسين من أكثر الثوابات المنقولة عندنا زيارة الحسين عليه السلام. إنسان يزور الحسين على خوف الأزمنة الماضية، يعطي يده اليمنى يده اليسرى كما ينقل تاريخيا، ويزور سيد الشهداء. هذا لو أعطي أجر ألف عمرة كذا حجة، أين الغرابة؟ أيها المسلمون المنكرون لهذه الثوابات، ليلة القدر خير من ألف شهر. الذي جعل ليلة واحدة إحياء هذه الليلة، هل كلفكم شيئا؟ أكلتم قبل قليل؟ ساعتان جئتم، بعد ساعتين ثلاث تأكلون وتذهبون إلى البيوت. شققنا القمر، ذهبنا الجبال الرواسي، حملنا سيفا في سبيل الله، ونحن جالسون في مكان لطيف بهواء عليل. رب العالمين يتفضل عليك بألف شهر. زيارتك للحسين ثوابك تفضل، لا تقل هذا عمل قليل. بعض الناس ذوي العقول الضيقة عندما يقرأ دعاء عند الإفطار، أنا رأيت الرواية عن النبي، سطران من الدعاء خرج من الذنوب كيوم ولدته أمه. هذه جائزة الصائم، لما تستغرب؟ إذن البحث العقائدي بين قوسين، كلما سمعت من الأجور
كتاب المفاتيح وغيره، لا تقل هذا ثواب عظيم، أي شيء عظيم عند الله. قسها على ليلة القدر، إذن هو المتفضل الحنان المنان، هو الواسع الكريم. هذه أيضا ومضة من الومضات، ومضة أخيرة وما قبل الأخيرة، لا أدري رزقكم الليلة ماذا، لا أدري، فرقت ذهني من كل كلام، أتكلم معكم بما هو الرزق. إخواني أخواتي، خاصة من هم في بلاد الغرب، ثق وتأكد، ولو كان عندي قرآن هذا لأقسمت عليه بيدي كلتين، لا سعادة لا راحة لا اطمئنان لا أنس إلا مع الله عز وجل. يا من تبحث عن المخدر، يا من تبحث عن الشراب المسكر، يا من تبحث عن أحضان النساء، يا من تبحث عن المطاعم، يا من تبحث عن المنتجعات السياحية، يا من تبحث عن المتعة الحلال والحرام، لا ترى استقرارا في هذه الدنيا. بطنك يشبع، عينك تشبع، فرجك يشبع، وماذا دور القلب؟ الروح له عالم. ألا كلكم تعرفون الآية، أكملوا معي، ألا بذكر الله، أكملوا ماذا، كملوا، تطمئن القلوب. هذه الآية مظلومة، اسمحوا لي، أنا عيني على الساعة، لحظات وأنزل. يا من درستم العربية في المدرسة، ألا أداة أي شيء؟ أداة تنبيه. في المطارات عندما يعلن عن وقت الإقلاع هناك جرس قبلها، أداة التنبيه، هناك خبر، ألا افتحوا آذانكم أقيموا الصلاة، ما قال ألا، كتب عليكم الصيام، ما قال ألا، هنا قال ألا، ألا انتبهوا، أنتم انتبهوا أيضا الليلة. أريد أن أشرح لكم آية من كتاب الله، هذا شهر القرآن. هذه الآية حسب الترتيب النحوي فيه خلل، فيه خلل مبدئيا، ولكن هذا الخلل عين الصواب. اللغة العربية جرت العادة يذكرون الفعل والفاعل، جاء زيد جاء فعل وزيد فاعل، جاء زيد بسيارته، جار مجرور متعلق به. هذه الآية معكوسة، المفروض أدبيا لغويا أن يقول تعالى تطمئن القلوب بذكر الله، صحيح؟ تطمئن فعل، القلوب فاعل، بذكر الله جار مجرور متعلق، ولكن الله قدم بذكر الله. تعلمون السبب؟ من يعلم السبب؟ يدل على أي شيء؟ أين أهل العربية في المجلس؟ يدل على أي شيء؟ على الحصر، يعني هذا ولا غير. القلب لا يطمئن إلا بذكر الله. معدتك تهدأ بالطعام، فرجك يهدأ بالزواج، عينك ترتاح بالمناظر الخلابة، ولكن القلب لا يهدأ. أنا بحمد الله ذهبت إلى عواصم كثيرة، لا من باب ذكر سيرة ذاتية، ذهبت إلى دولة قالوا لي هذه المنطقة تقريبا من أجمل بقاع الأرض، تقريبا توازي جزر الهوائي، سمعتم جزر الهوائي وجمالها؟ قالوا هذه أجمل ما عندنا. قلت وما استفدت منها؟ دخل جيبي
صور تذكارية أخذوها وانتهى الأمر. هذا يطمئن القلب. أعد النظر يا من يعيش في بلاد الغرب ويسمع كلامي الآن، أعد النظر في حالك. رأيت بعض كبار السن هناك من الموالين حياته يرثى لها، يستقبل الموت وهو غير مستعد له. أنتم هنيئا لكم، يوم عند الحسين، يوم عند الجوادين، يوم عند أمير المؤمنين. هذه هي السياحة النافعة، هنيئا لكم، أنتم المحظوظون. تحملوا شظف العيش، انقطاع الكهرباء لا يضر كثيرا. رحم الله العلامة الأميني، ذهب إلى بلاد الهند ليكتب موسوعة الغدير، هذه الموسوعة الخالدة، يعمل نهارا وليلا نهارا وليلا. عشق أمير المؤمنين، قيل له يا شيخ أما تعبت من البحث؟ الهند دولة حارة. قال الآن عرفت أن هنا حرارة، أنا في عالم آخر، أي حرارة. القلب المأنوس بالعالم العلوي لا يفكر في حر ولا برد، في فقر ولا غنى. إخواني هذه الليلة ابحثوا عن هذا العالم، لا يطمئنكم إلا الذكر. رأيت طبيبا نفسانيا في بلاد الغرب له عيادة، قلت له يا فلان من هم المراجعون لك أيها النفساني في بلاد الغرب تلك البلدان الجميلة؟ قال القلق والاضطراب، القلق والاضطراب. كيف يكفي، يكفي هذه الليلة. بالله عليكم لا تجعلوا الليل الوداع مع التضرع، لا تجعلوا الليل الوداع مع هذه الأجواء الطيبة. الصلاة، الصلاة. أمير المؤمنين قبل أن يتوفى يستشهد أوصى بالصلاة. الصادق المصدق قال لا تنال شفاعتنا مستخفا بصلاته. وسيد الشهداء ختم حياته الطيبة بالصلاة بين يدي الله. علي ختم حياته بالصلاة. ليلة القدر ليلة فاطمة، نهيئ النفوس لهذه الليلة. ليلة القدر مجهولة القدر، فاطمة مجهولة القدر. الحديث عن فاطمة يدخلنا إلى قلب إمام زماننا، الحديث عن فاطمة يرضي أمير المؤمنين. نحن أيام مصيبته، اجعل بينك وبين فاطمة حبلا ممدودا. جزاه الله خيرا، سمعت أحد كبار الأولياء كلمة ثوابه له، قال لو شئت لو نظرت إلى قلبك رأيت نفسك شقيا، لم تكن راضيا عن نفسك، ولكن إذا وجدت في زوايا قلبك حبا شديدا لفاطمة اعلم أنك على خير. هل تستشعر هذا الحب أيها الجالسون؟ تروا في قلوبكم هذا الحب الفاطمي؟ لما لا، بنت في ريعان شبابها، قبل أيام فجعت بأبيها رسول الله. ماذا جرى على فاطمة بعد أبيها؟ صبت علي مصائب لو أن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. تنظر إلى محراب أبيها خاليا، تقول أبتاه من للقبلة والمصلى؟ بالأمس كنت تصلي في المحراب وأنا بعلي في المنزل الآن، السيف على رأسه.
أبكي على أمير المؤمنين الليلة أيضا، خلوا ابن عمي، ماذا تريدون من علي؟ وماذا نقموا من أبي الحسن؟ نقموا نكير سيفه وشدة تنمره في ذات الله. كان يغمى عليها وتستفيق من إغماءتها، هكذا ينقل. علي عليها على رأسها، فاطمة فاطمة يا بنت رسول الله، لا من مجيب؟ يقولون تقاطرت دموع علي على وجهها. إن صح النقل، هذه الدموع أفاقت فاطمة تنظر إلى بعلها أمير المؤمنين، توجهت إلى أبيها وقالت كلمة، هذه الكلمة ماذا تصنع بقلوبكم المحبة؟ وإذا بفاطمة تقول: أبتاه، أهكذا يفعل بحبيبتك؟ أهكذا يفعل بحبيبتك؟ كل هذه المصائب توارثتها زينب. زينب، وما أدراك ما زينب. أختم حديثنا بذكر هذه السيدة: يد بها أمك الزهراء قد ضربوا، هي التي بها أختك الحوراء قد سلبوا. وبكسر ذاك الضلع رضت أضلع. فاطمة تبكي ولكن عليا على رأسها يمسح دموعها. أقول: يا مولاتي يا فاطمة، يوم عاشوراء من الذي كفكف دموع زينب؟ اجتمعت عليها عدة من الأعراب وجروها عن جسد الحسين، وأخيرا نظرت إليه. أحب أن أفتتح مجلسي إن شاء الله بالبكاء وأختمها بالبكاء على الحسين. نظرت إلى هذا الميت، الميت يعرف برأسه وثوبه، أما الثياب فذهبت تحت سنابك الخيول. يا أبا عبد الله، ليلة زيارة الحسين، يا أبا عبد الله أنت شرفنا الليلة، نحن محرومون من الزيارة، أنت انظر إلينا، هؤلاء زوار قبر ولديك الجوادين، أنت شرفنا الليلة. يا أبا الفضل العباس، أنت شرفنا الليلة. يا أمير المؤمنين، باركنا هذه الليلة. يا صاحب الزمان، تفقدنا هذه الليلة. الميت يعرف بثوبه، هذا حال ثوبه، وأما الرأس، الميت يعرف برأسه. نظرت زينب وإذا برأس أخيها على رمح. تحيرت زينب، ماذا تصنع بقتيلها؟ انحنت وقبلت موضعا ما قبله رسول الله، قبلت موضعا ما قبلته فاطمة، قبلت موضع نحر الحسين. السلام على النحر المنحور، السلام على الشيب الخضيب، السلام على الخد التريب. أرادت أن تموت زينب على جثمان شقيقها. سمعت بعض المؤمنين في يوم عاشوراء مات حزنا على الحسين، زينب لا تموت وهي ترى جسد أخيها مقطعا بالسيوف. ما الذي صبر زينب؟ رسول الله صبرها عندما قالت: يا رسول الله، هذا حسينك بالعراء، مقطع الأعضاء، مسلوب العمامة والرداء، وبناتك سبايا. حملت ودائعكم إلى من ليس يعرف ما الوديع. إلهي، رقت القلوب، جرت الدموع، كلنا ملهوفون مضطرون هذه الليلة.
اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علوم. لا تدع أحدا هذه الليلة إلا وقد قضيت حاجته. اللهم لا تخرجنا من هذه الليلة إلا وقد أخرجتنا من ذنوبنا كيوم ولدتنا أمهاتنا. اللهم اجعل هذه السنة سنة النصر على أعدائك. أملي وأملكم أن نجتمع العام القادم ليلة القادر وراية النصر ترفرف على ديارنا، لا في العراق فحسب وإنما في كل بلاد المسلمين. اللهم أهلك الظالمين، اللهم أهلك المعتدين، اللهم اجعل بأسك فيما بينهم. يا منتقم يا جبار، خذهم أخذ عزيز مقتدر، لا تدع منهم ديارا، خلص منهم عبادك وبلادك. اللهم أرنا وجه وليك الميمون في الأولى وبعد المنون، إنك على كل شيء قدير. قبل أن أنزل من المنبر للدعاء، الآن تذكرت رب العالمين ذكرني هذه الليلة أيضا كالليلة الأولى من ليالي القدر، أبرئوا ذمم خصومكم إلا من له حق مالي، من اقتابك، من أهانك، من أساء الظن بك. قل يا رب أنا هذه الليلة أبرأت ذمم الخلق جميعا، عسى أن تبرئ ذمتي، كن طماعا. أبرئ ذمة زوجتك المسكينة، أبرئ ذمة جارك، أخوانك. قل يا رب هؤلاء المستضعفون عفوت عنهم، أن تعفو عني. وعلامة العفو والرضا والإبراء من يسمع حديثي ومن يشاهد. 3 مرات هذه العلامة بيننا وبين الله، ارفعوا أصواتكم 3 مرات بهذه النية على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، عجل فرجهم يا كريم. نبدأ مجلسنا ونختم مجلسنا بدعاء الفرج. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه
في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. أيضا ندعو بدعاء الدولة الكريمة. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة بجاه محمد وعترته الطاهرة. نقرأ دعاء الإمام الصادق عليه السلام من قاله غفر الله له ما صدر عن فيما سلف من هذا الشهر وما ذلك على الله بعزيز. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلة هذه ولك قبلي ذنب أو تبعة تعذبني عليه. اللهم أدع عنا حق ما مضى من شهر رمضان واغفر لنا تقصيرنا فيه وتسلمه منا مقبولا ولا تؤاخذنا بإسرافنا على أنفسنا. بعض الفقرات من الدعاء أحب أن نلهج بها جميعا، لا تكن فقط مستمعا، الهج ببعض الفقرات التي يركز عليها. هذه الجملة نكررها معا. رب العالمين هذه الليلة يريد أن يغفر لنا ولكن بطلب منا، واجعلنا من المرحومين ولا تجعلنا من المحرومين. أصحاب الحوائج، من له مريض لا يرجو شفاء، من له حاجة ملحة من حوائج الدنيا والآخرة، عندما تقع في ضيق وشدة كيف تجأر إلى الله عز وجل؟ الآن وقت التضرع. واجعلنا من المرحومين ولا تجعلنا من المحرومين. واجعلنا من المرحومين ولا تجعلنا من المحرومين. مرة أخيرة بتوجه. واجعلنا من المرحومين ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم إنك قلت في كتابك المنزل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اللهم وهذه أيام شهر رمضان قد انقضت وليالي قد تصرمت وقد صرت يا إلهي منه إلى ما أنت أعلم به من لي، فأسألك بما سألك به ملائكتك المقربون وأنبياؤك المرسلون
أن تصلي على محمد وآل محمد. ماذا نريد أيضا في هذه الفقرة؟ تضرعوا إلى الله عز وجل قائلين: وأن تفك رقبتي من النار، وأن تفك رقبتي من النار، وأن تفك رقبتي من النار، وتدخلني الجنة برحمتك، وأعوذ بوجهك الكريم وبجلالك العظيم أن ينقضي أيام شهر رمضان وليالي، ولك قبلي تبعة أو ذنب تؤاخذني به، أو خطيئة تريد أن تقتصها مني لم تغفرها لي أيضا. سيدي سيدي سيدي، رجالا ونساء نستشعر العبودية بين يدي ربنا، قولوا بكل توجه: عسى أن يأتيكم الجواب، عبدي عبدي عبدي، ماذا تريدون مني الليل؟ شهر رمضان، ليلة القدر، بجوار إمامين جوادين، إلهي إن طردتنا الليلة فبمن إن طردتنا الليلة فبمن نعوذ؟ نبيك الأكرم قال: الشقي من حرم غفران الله. أخشى هذه الليلة أن تكتبني في دائرة الأشقياء، فمن يمحو شقائي؟ إلهي إلهي أخرجني من دائرة الأشقياء الليلة، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت، وعندك أم الكتاب. الآن قل بتضرع وتوجه: سيدي 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 سيدي. ماذا نريد؟ أسألك يا لا إله إلا أنت، إذ لا إله إلا أنت، إن كنت رضيت عني في هذا الشهر فازدد عني رضا، وإن لم تكن قد رضيت عني فمن الآن فمن الآن فرض عني فمن الآن فرض عني يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآل الطاهرين. في هذه الفقرة نلهج ببعض فقرات مناجاة إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. هذه الفقرات التي يقرأها إن كنت معي بتوجه سيرق قلبك. قبل أن أقرأ فقرات من دعاء إمامنا، أقدم هذه الفقرة، أنا أدخرها عادة لليالي القدر المبارك. القلب الذي لم يخشع إلى الآن لا أتوقع أن يبقى على حالته. إن رأيت في قلبك إدبارا مع هذه الفقرة قل: يا رب، ما الذي جرى؟ لماذا ختمت على قلبي الليل؟ يا رب،
لماذا جمدت عيني الليل إلى من أشتكي حالي؟ أثناء الدعاء إذا رأيت هكذا حال، سل الله عز وجل أن يشفيك من مرضك. موت القلب أعظم الأمراض. ورد في الخبر: ما ضرب الله عبدا بعقوبة بأشد من قسوة القلوب. لو كنت مشلولا الآن هان الأمر، لو كنت أعمى هان الأمر، لو كان بك مرض لا يشفى هان الأمر، ولكن ماذا نصنع بقسوة القلوب الليل؟ قسوة القلب الليلة تورث الشقاء طوال العام. الآن ألهج بهذا الدعاء. إن شاء الله رب العالمين يرحمنا جميعا، لا تبقى عين إلا وهي باكية الليلة. إلهي قد مد إليك الخاطئ المذنب يداي بحسن ظني بك. يا إلهي جلس المسيء بين يديك. يوم الجاثية أمامنا، كلنا نجلس هذا المجلس في عرصات القيامة. الشمس الحارقة، العرق يتصبب من رؤوسنا تجري بين أيدينا. ذل الموقف، لا ندري إلى ما هو مصيرنا، ولكنك الآن جالس مطمئن آمن. قل معي: إلهي قد جلس المسيء بين يديك مقرا لك بسوء عمله وراجيا منك الصفح عن زلله. إخواني جميعا، لا أقول إلى آخر الدعاء، فقط ثواني. ارفع يديك إلى السماء بما أمكنك. نريد أن نقرأ هذه الفقرة بكل مضمونها. إلهي قد رفع إليك الظالم كفاي. حرك كفيك بين يدي الله. الملهوف عندما يمد يديه يحرك يديه يمينا وشمالا، يعني: يا ربي أنا متحير، أين الحيلة؟ أين الفرج؟ يعني: يا ربي إن طردتني الليلة من الذي يستقبلني؟ وإذا استقبلني مستقبل، ما الذي ينفعني؟ الكل الذي رافع يدي. إلهي مرة أخرى وأنت رافع يديك: قد رفع إليك الظالم كفاي راجيا لما لديك، فلا تخيبه برحمتك من فضلك. الآن أرح يديك إن شئت. إلهي قد جث العائد إلى المعاصي بين يديك خائفا من يوم تجثو فيه الخلائق بين يديك. إلهي جاءك العبد الخاطئ فزعا مشفقا ورفع إليك طرفه حذرا راجيا، وفاضت عبرته مستغفرا نادما. إلهي فمن الآن من عذابك من يستنقذني، وبحبل من اعتصم إن قطعت حبلك عني. فوا سوءتاه غدا من الوقوف بين يديك. إذا قيل للمخفين جوزوا وللمثقلين حطوا،
أمع المخفين أجوز أمع المثقلين أحوط ويلي 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 هل بقيت عين لم تبك الليلة على الأقل في هذه الفقرة تذكر ما مضى من عمرك وتذكر ما بقي من حياتك وقل إلهي كلما كبر سني كثرت ذنوبي ويلي كلما طال عمري كثرت معاصي فكم أتوب وكم أعود في إحياء السنة الماضية قلت في هذا المجلس هذه توبة النصوح ولكن بعد شهر رمضان كل واحد منا عاد إلى معصيته لا يكونن العام القابل كالسنوات الماضية لنكون من المستهزئين بربنا إلهي كم أقول أتوب وكم أقول أعود كم أقول أتوب وكم أعود أما آن لي أن أستحي من ربي أما آن لي أن أستحي من ربي أما آن لي أن أستحي من ربي عظم الجرم من عبدك فليحسن العفو من عندك صلى على محمد وآله الطاهرين نختم هذه الفقرة قبل دعاء رفع المصاحف أيضا محطة أخيرة من التضرع هكذا وفقنا رب العالمين ننتقل من فقرة مناجاتية إلى فقرة أخرى لأن البعض منا بعد دعاء رفع المصاحف وقراءة دعاء الجوشن لا يرق قلبه كثيرا هكذا نلهج ولهذا تعمد الليل قبل دعاء رفع المصاحف وقبل دعاء الجوشن اغتنم الفرصة الذي يرفع إلى السماء هو هذا التضرع ورد في الخبر إذا رق قلبك وجرت دمعتك فدونك دونك ليلة قدرك هذه اللحظات لحظات الإنابة لحظات التضرع ولو دقيقة واحدة هذه ليلة قدرك والبقية لقلقة وتمتمة ليلة قدرك تلك الساعة التي يرق فيها قلبك تعيش ذل العبودية وترى عظمة الربوبية لحظات تكفي إخواني لا داعي أن تبكي إلى الصباح دقيقة واحدة في بهذه الحالة أراها كافية للمغفرة هذه الليلة رب العالمين يريد ذريعة للمغفرة الآن نلهج بهذه الفقرات إخواني تذكروا هذه العاقبة جميعا كل واحد منا رأى عزيزا له ذهب من يده إما رأى أباه قد مات إما رأى أمه دفنها بيده والبعض منا فقد عزيزا شابا كلنا صائرون إلى هذه العاقبة والبعض منا يشتكي يقول أنا بين أهلي ولكني غريب لا أرى من يؤنسني
حتى الزوجة تقول الزوج يؤنسني في زاوية ما، ولكن هناك فراغ في قلبي لا يملأ إلا به، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أما قرأت في دعاء الجوشن يا حبيب من لا حبيب له، يا شفيق من لا شفيق له، يا سند من لا سند له، يا كهف من لا كهف له، يا حرز من لا حرز له. أيضا تقول في الدعاء يا شفيق يا رفيق، هنيا لمن كان الله كإبراهيم خليلا، هنيا لمن كان الله شفيقا، يا جاري اللصيق. لو كان أحدنا جار السلطان لا يشكو شيئا، يا جاري اللصيق. الآن بعد هذه الكلمات نقول إلهي ارحم في هذه الدنيا غربتي، وعند الموت كربتي، وفي القبر وحدتي، وفي اللحد وحشتي، وإذا نشرت للحساب بين يديك ذل موقفي، واغفر لي ما خفي على الآدميين من عملي، وارحمني صريعا على الفراش تقلبني أيدي. بعض الموتى في ساعة النزع يعلم كل شيء، يرى كل شيء، ولكن لباس لسانه محبوس عن النطق، يريد أن يوصي فلا يمكنه، يريد أن يقول لا إله إلا الله يعتقل لسانه، يموت وفي قلبه حسرة على أن يشهد الشهادتين. إلهي ارحمني صريعا على الفراش تقلبني أيدي أحبتي. الآن خرجت الروح، أحدنا ينزع ظفره يموت من الألم، الروح بكلها تنزع من البدان، ما هذا الألم الذي ينتاب صاحبه؟ إلهي وتفضل علي ممدودا على المغتسل يقلبني صالح جيرتي، وتحنن علي محمولا قد تناول الأقرباء أطراف جنازتي، وجود علي منقولا قد نزلت بك وحيدا. أنا أتوقف عن الدعاء لحظات، لساني لا يطاوع. كل واحد منكم يتذكر هذه الساعة الموحشة، التراب قد ملأ فمك ووجهك، ديدان الأرض زحفت نحوك، أول ما يسيل عيناك الدود تأكل من هاتان العينان اللتان طالما نظرنا إلى الحرام بهما. أول الأعضاء سيلانا في القبر عيناك. تذكر هذه اللحظات دقيقة، وكل واحد منا يبكي على حاله.
هذه فرصة العمر، أنا لا أدعو من الآن دقيقة، كل واحد يبكي على حاله، هذا البكاء يوسع القبر، هذا البكاء ينير القبر، هذا البكاء يسهل عليكم ساعة النازع. اللهم ارحم غربتنا الليلة، اللهم انظر إلى دموعنا السائلة الليلة، تحب الباكين من خشيتك. سيدي أنت أرحم الراحمين، ونحن بجوار الجوادين الكريمين، لا والله ما هكذا ظن بك، ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم. اللهم ارحم في ذلك البيت الجديد غربتي حتى لا أستأنس بغيرك. من كان له أنس بالله في دار الدنيا له أنس به في تلك الحفرة، من أنس بربه في دار الدنيا أنس به في عرصات القيامة، من أنس به في دار الدنيا أنس به في الجنة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. لا كل الوجوه ناظرة، بعض الوجوه ناظرة في دار الدنيا، اكتسب هذا الوجه الناظر. إلهي إلهي إن وكلتني إلى نفسي هلكت، إلهي فبمن أستغيث، إلهي وإلى من ألتجئ. جميعا بصوت واحد قبل أن نقرأ دعاء رفع المصاحف. الحمد لله ما توقعناه الليلة أراه في المجلس، لم لا؟ إلهي العفو العفو العفو، لا تستحي من بجانبك، ارفع صوتك بطلب العفو. العفو العفو العفو، العفو العفو العفو، العفو العفو العفو. اللهم فك رقابنا من النار، اللهم فك رقابنا من النار، اللهم فك رقابنا من النار. لا تكن بخيلا، اللهم فك رقاب آبائنا من النار، اللهم فك رقاب أمهاتنا من النار، اللهم فك رقاب ذوي الحقوق علينا من النار، اللهم فك رقاب من أوصانا بالدعاء من النار. هناك طلب أخير، قلنا قبل ليالي إبراهيم، وما أدراك ما إبراهيم خليل الرحمن، قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. اللهم هذه الليلة أرنا علامة إجابتك، عرفنا آية رضاك عنا، اللهم لا تخرجنا من هذه الليلة إلا وقد أذقتنا حلاوة حبك وبرد مغفرتك يا أرحم الراحمين. في هذه الفقرة نختمها بدعاء بهذه الآية، آية الاضطرار. أمن يجيب السوء، أمن يجيب السوء، أمن يجيب السوء.
اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. افتح المصحف بين يديك وانشر المصحف بين يديك. يقول يا رب هذا كتابك بين أيدينا طوال العام، قصرنا في تلاوته، ما عملنا بآياته، ولكن الليلة نقدم بين يديك الكتاب والعترة. الكتاب على رؤوسنا وذكر العترة على ألسنتنا، حاشا أن تخيبنا الليلة. اللهم إني أسألك بكتابك المنزل وما فيه، وفي اسمك الأكبر وأسماؤك الحسنى وما يخاف ويرجى، أن تجعلني من عتقائك من النار، أن تجعلني من عتقائك من النار. سل الله حاجتك فيما بينك وبين نفسك، ولا تنس فرج إمام زمانك، العافية في البدن والروح، التوفيق للعباد، شفاء المرضى، نصرة المؤمنين في كل مكان. الهج بما تريد بين يدي رب العزة والجلال. ضع القرآن على رأسك. وأني في فقرة التوسل، أخي الكريم السيد المكرم، عندما يقرأ المصيبة الإنسان بإمكانه أن يضع، أن ينزل المصحف من رأسه حتى لا تتعب. وقت النداء ضع المصحف على رأسك من باب راحة الإخوان. الآن ضع المصحف على رأسك قائلا: اللهم بحق هذا القرآن وبحق من أرسلته به وبحق كل مؤمن مدحته فيه وبحقك عليهم، فلا أحد أعرفه بحقك من قلب توجه. هذه الفقرة الأولى خطاب مع رب العالمين واهب الوجود، وبعدها نتوسل بأوليائه. يا الله 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 يا الله. بمحمد 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 بعلي بعلي بعلي، إنا لله وإنا إليه راجعون. لا أطيل في ذكر المصيبة. مع بعض الأئمة فقط جمل عزائية من باب ترقيق القلب. هذه الليلة مثل هذه الليلة، الحسنان ماذا يصنعان في دار علي؟ زينب تنظر إلى فراش أبيها خاليا، ولعل تنظر إلى العصابة الملطخة بالدم، دم علي على رأسه، كأني تصلي على مصلى أبيها علي وتقول: وعليا وعليا. الآن قل معي: بعليا بعليا بعلي بعليا 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 بعلي بفاطمة 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 بفاطمة
بفاطمة بفاطمة أيضا وضمنها مصيبة سريعة. أمير المؤمنين عندما أنزلها في ملحودتها استحى من رسول الله: يا رسول الله لقد استرجعت الوديع وأخذت الرهين. يا رسول الله أخذتها سالمة والآن رجعتها إليك. بفاطمة 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 بالحسنة بالحسنة بالحسنة. إن شاء الله نأخذ دورة سريعة في مصائبهم جميعا. نظرت إليه زينب وهو يلفظ ما في جوفه دما عبيطا، همومه طوال عمره أخرجها من جوفه دما، ولكنه يقال عندما نظر إلى أخيه الحسين ويبكي عليه بكاء الثكلى قال له: أخي يا حسين لا يوم كيومك يوم. بالحسنة بالحسنة بالحسن. الإخوان لما يقرؤون دعاء رفع المصاحف يستعجلون في ذكر الأئمة. عندما تقول أي إمام تذكر مصيبته، قل بالحسن بالحسين ودموعك على خديك. بالحسنة 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 بالحسن بالحسين 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 السلام عليك يا مولاي يا أبا من هذا المكان المبارك، تعالوا لننتقل إلى أرض كربلاء 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 لنتذكر حينما سقط الحسين على أرض كربلاء. أقبلت إليه عزيزته سكينة قال لها: بني أبلغي شيعتي عني السلام، شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني أو سمعتم بقتيل أو ذبيح فاندبوني، فأنا الصبط الذي من غير جرم قتلوني، وبجرد الخيل بعد القتل عمدا سحقوني. ليتكم في يوم عاشورا جميعا تنظروني، ما
ماذا ننظر يا أبا عبد الله لمصاب ولدك الأكبر؟ لا لمصاب من كسر ظهرك العباس؟ لا إلى من ننظر يا أبا عبد الله؟ ليتكون في يوم عاشوراء جميعا تنظروني كيف استسقي لطفلي فأبوي يرحموني. تلقى حسين دم الطفل بيده بيدش حال ينشتل بحضنه وليد شال وترس شفه من وريده وذبل السما وللقاع ماخر وضعه تحت ردائه ذهب بي لمخيمات الأطفال والنساء كشف الحسين عن ردائه وإذا بالعزيزة تراخى مذبوحا من الوريد إلى الوريد كأني بها خذت تنادي يا بويا الطفل علي دغطي والله مالي قلب يا حسين اصد لي والله مالي قلب يا حسين اصد بالحسين 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 بعلي ابن الحسين 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 بمحمد ابن علي بمحمد ابن علي بمحمد ابن علي محمد 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 ابن علي بجعفر ابن محمد 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 بموسى ابن جعفر بموسى ابن جعفر بموسى ابن جعفر حليف السجدة الطويل والدموع الغزيرة. إذا زرت الإمام بعد قليل تذكر الساق المرضوض بحلق القيود والجنازة المنادى عليها بذل الاستخفاف بموسى بن جعفر 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 بعلي بن موسى بعلي بن موسى بعلي بن موسى
لعل الأغلب منكم زار الرضا عليه السلام. كيف عشت تلك الأيام في أرض طوس؟ هل قرأت هذه الأبيات عند القبر الشريف؟ إمامنا ينعى نفسه وقبر بطوس، يا لها من مصيبة. يا أبا إبراهيم، تسمع مصيبة ولدك الآن. يا أبا جعفر، أذكر مصيبة أبيك الآن. لا تهملنا مولاي، وقبر بطوس يا لها من مصيبة ألحت على الأحشاء بالزفرات. لا أدري ما هذا السم الذي جرع إمامنا، كان يقوم ويقعد تارة أخرى، ولكن إمامنا في اللحظات الأخيرة جاء الإمام الجواد مسرعا، وضع صدر والده ورأس والده على صدر. أقول يا مولاي، يوم عاشوراء انعكس الأمر، وضع الوالد الصدر ورأس ولده على صدره، واضعا خده على خده. بني علي، على الدنيا بعدك العفو. بعلي بن موسى، 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 بعلي بن موسى. وصلنا إلى باب المراد الذي نحن بجواره، أيضا قل بتوجه بمحمد بن علي، بمحمد بن علي، بمحمد بن علي. هناك شبه بين الإمام الجواد وبين الحسين. أي شبه؟ ولد الحسين بكته أمه عليه وهو طفل صغير. إمامنا الجواد عندما ولد نظر إليه الرضا، بكى عليه، قال: سيقتل ولدي غصبا. بمحمد ابن علي، 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 بعلي ابن محمد، 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 بالحسن ابن علي، بالحسن ابن علي، بالحسن ابن علي. إمام زماننا كلما يتذكر والده الذي قتل أيام شبابه يبكي على مصيبة والده. إن ذهبت إلى أرض سامراء تذكر أن إمامين قتلا في أيام شبابهما، منفيان عن وطنهما، ماتا استشهدا في أرض غربة، وهما الآن أيضا غريبان إلا القليل من زواره. بالحسن ابن علي، 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 بالحسن ابن علي. إلهي، بالحجة، 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 بالحجة. كل المصائب مختزلة في إمام زماننا، ذلك الإمام الذي يترقب دولته الكريمة. أخوان، اسمحوا لي لحظات في آخر المجلس، انتهت فقرتي.
أقول إنسان طرد من منزله أهله وعياله بيد الظالمين، الأهل يطلون من شباك المنزل ينظرون إلى والدهم المنفي المطرود من بيته وهم يقولون يا أبانا أدركنا، وهو ينظر إليهم ولا يمكن الوصول إليهم. ماذا يجري على إمام زماننا في زمان الغيبة؟ هكذا يسمع استغاثة شيعته في كل مكان، سيجيب يوم من الأيام، يظهر يقطع رؤوس الظالمين، ينتقم من قتلة جده، ولكن الآن ينتظر ذلك اليوم. أي يوم؟ عندما يخرج من أرض مكة يستند إلى جدار الكعبة، العالم كلهم يسمعون نداء المهدي. ماذا يقول؟ أول ما يخرج لا يفكر في الغير، إنما يفكر في جده. ماذا يقول؟ ألا يا أهل العالم، إن جدي الحسين قتلوه عطشا. كاس بإمام زمانك، هذه الفقرة اجمع بين الحسين والمهدي. إذا رق قلبك هذه اللحظة يكفي، هذه الليلة تكفينا. ألا يا أهل العالم، إن جدي الحسين طرحوه عريان. وأما الفقرة الثالثة، يا أبا صالح، لعلك هذه الليلة جئت إلى الجوادين، إن كنت في الحرم الشريف اسمع لهذه الفقرة الثالثة، لأنك هذه الفقرة توضحها في الناحية. يقول: ألا يا أهل العالم، إن جدي الحسين سحقوه عدوانا. هذا المختصر. وأما المفصل في الناحية: تطأك الخيول بحوافرها، وتعلوك الطغاة ببواترها، قد سكن للموت أنينك، واختلفت بالانقباض والانبساط شمالك ويمينك، تدير طرفا خفيا. عندما نادى إمامنا: يا قوم اقصدوني بنفسي واتركوا حرمي، ما تركوا حرمه، أشعلوا النيران فيها، ذهبت زينب إلى إمام زمانها: يعني يا ابن أخي ماذا نصنع؟ وإذا به يقول: عم زينب عليكن بالفرار، فررنا على وجوهنا في البيداء، أقلب طرفي لا حمي ولا حمى سوى هفوات الصوت من فوق أضلعي. بالأمس كانوا معي، واليوم قد رحلوا وخلفوا في سويد القلب نيرانا. الآن قل بتوجه: بالحجة. هذا ليس لحن المنتظرين، ارفع صوتك، قل بالحجة وأنت مستغيث بإمام زمانك. بالحجة.
يا له من نداء يثلج الفؤاد، كلنا ننتظر طلعته الرشيدة. ألا تقول في دعاء العهد: اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة. مرة أخيرة نلهج باسمه الشريف بالحجة 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 بالحجة. نحن أهل التوحيد حقيقة، نحن جمعنا بين القرآن والعتران، بدأنا توسلنا قائلين بك يا الله، والآن ننادي ربنا 10 مرات: يا الله 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 يا الله. 7 مرات هذا النداء: يا أرحم الراحمين 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 ويا إله العاصين. اللهم إن لم تكن قد غفرت لنا فيما مضى من شهر رمضان فاغفر لنا فيما بقي من. كلمة أخيرة ونختم المجلس في فقرتي الإخوان يكملون الإحياء، هذه الفقر إخواني بالله عليكم توجهوا بها إلى الله عز وجل: بيت القصيد. كل أهدافنا كل أهدافنا الليلة هذا المعنى. اللهم صل على محمد وآل محمد. الآن ارفع يديك إلى السماء في وقته، ارفع يديك عاليا إلى السماء على هيئة المستطعم المسكين. إمامنا الحسين في يوم عرفة كان يمد يده على هيئة المسكين المستطعم، وأنت تأسى بالحسين. اللهم إن أثبتت اسمي في ديوان السعداء فلك الحمد ولك الشكر، وإن كنت أثبتت اسمي في ديوان الأشقياء فامح شقائي الليلة فامح شقائي الليلة فامح شقائي الليلة فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب. أيضا نختمها بدعاء الفرج: اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. دعوناك ربنا كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، ذكرناك ربنا كما أمرتنا فاذكرنا كما وعدتنا، شكرناك ربنا كما أمرتنا فزدنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد.
إن شاء الله لنا في كل ليلة في الساعة 11 في هذا المكان أيضا، هذا المجلس مستمر إلى أواخر الشهر الكريم إن شاء الله، نوفق لها جميعا بإذن الله عز وجل. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، بأعلى أصواتكم 3 مرات صلوا على محمد وآل محمد. نبدأ بدعاء الجوشن الكبير، وهو دعاء يتألف من 100 فقرة. بعد كل فقرة تقولون معنا: سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. إذن على بركة الله نبدأ بهذا الدعاء، واسمعونا صلوات بأعلى الأصوات. صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث
الغوث خلصنا من النار يا رب. اللهم إني أسألك باسمك يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا مقيم يا عظيم يا قديم يا عليم يا حليم يا حكيم. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. يا سيد السادات يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا غافر الخطيئات يا معطي المسألات يا قابل التوبات يا سامع الأصوات يا عالم الخفيات يا دافع البليات. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. يا خير الغافرين يا خير الفاتحين يا خير الناصرين يا خير الحاكمين يا خير الرازقين يا خير الوارثين يا خير الحامدين يا خير الذاكرين يا خير المنزلين يا خير المحسنين. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. يا من له العزة والجمال يا من له القدرة والكمال يا من له الملك والجلال يا من هو الكبير المتعال يا منشئ السحاب الثقال يا من هو شديد المحال يا من هو سريع الحساب يا من هو شديد العقاب يا من عنده حسن الثواب يا من عنده أم الكتاب. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. اللهم إني أسألك باسمك يا حنان يا منان يا ديان يا برهان يا سلطان يا رضوان يا غفران يا سبحان يا مستعان يا ذا المن والبيان. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. يا من تواضع كل شيء لعظمته يا من استسلم كل شيء لقدرته يا من ذل كل شيء لعزته يا من خضع كل شيء لهيبته يا من انقاد كل شيء من خشيته يا من تشققت الجبال من مخافته
يا من قامت السماوات بأمره، يا من استقرت الأرضون بإذنه، يا من يسبح الرعد بحمده، يا من لا يعتدي على أهل مملكته. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا غافر الخطايا، يا كاشف البلايا، يا منتهى الرجايا، يا مجزل العطايا، يا واهب الهدايا، يا رازق البرايا، يا قاضي المنايا، يا سامع الشكايا، يا باعث البرايا، يا مطلق الأسارى. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا ذا الحمد والثناء، يا ذا الفخر والبهاء، يا ذا المجد والسناء، يا ذا العهد والوفاء، يا ذا العفو والرضا، يا ذا المن والعطاء، يا ذا الفصل والقضاء، يا ذا العز والبقاء، يا ذا الجود والسخاء، يا ذا الآلاء والنعماء. سبحانك يا لا إله إلا أنت يا الله الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. اللهم إني أسألك باسمك يا مانع يا دافع، يا رافع يا صانع، يا نافع يا سامع، يا جامع يا شافع، يا واسع يا موسع. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا صانع كل مصنوع، يا خالق كل مخلوق، يا رازق كل مرزوق، يا مالك كل مملوك، يا كاشف كل مكروب، يا فارج كل مهموم، يا راحم كل مرحوم، يا ناصر كل مخذول، يا ساتر كل معيوب، يا ملجأ كل مطرود. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا عدتي عند شدتي، يا رجائي عند مصيبتي، يا مؤنسي عند وحشتي،
يا صاحبي عند غربتي، يا ولي عند نعمتي، يا غياثي عند كربتي، يا دليلي عند حيرتي، يا غنائي عند افتقاري، يا ملجئي عند اضطراري، يا معيني عند مفزعي. سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا علام الغيوب، يا غفار الذنوب، يا ستار العيوب، يا كاشف الكروب، يا مقلب القلوب، يا طبيب القلوب، يا منور القلوب، يا أنيس القلوب، يا مفرج الهموم، يا منفس الغموم. سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. اللهم إني أسألك باسمك يا جليل يا جميل يا وكيل، يا كفيل يا دليل، يا قبيل يا مديل، يا منيل يا مقيل يا محيل. سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا دليل المتحيرين، يا غياث المستغيثين، يا صريخ المستصرخين، يا جار المستجيرين، يا أمان الخائفين، يا عون المؤمنين، يا راحم المساكين، يا ملجأ العاصين، يا غافر المذنبين، يا مجيب دعوة المضطرين. سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا ذا الجود والإحسان، يا ذا الفضل والامتنان، يا ذا الأمن والأمان، يا ذا القدس والسبحان، يا ذا الحكمة والبيان، يا ذا الرحمة والرضوان، يا ذا الحجة والبرهان، يا ذا العظمة والسلطان، يا ذا الرأفة والمستعان، يا ذا العفو والغفران. سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا من هو رب كل شيء، يا من هو إله كل شيء، يا من هو خالق كل شيء، يا من هو صانع كل شيء، يا من هو قبل كل شيء،
يا من هو بعد كل شيء، يا من هو فوق كل شيء، يا من هو عالم بكل شيء، يا من هو قادر على كل شيء، يا من هو يبقى ويفنى كل شيء. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. اللهم إني أسألك باسمك يا مؤمن يا مهيمن يا مكون يا ملقن يا مبين يا مهون يا ممكن يا مزين يا معلن يا مقسم. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا من هو في ملكه مقيم، يا من هو في سلطانه قديم، يا من هو في جلاله عظيم، يا من هو على عباده رحيم، يا من هو بكل شيء عليم، يا من هو بمن عصاه حليم، يا من هو بمن رجاه كريم، يا من هو في صنعه حكيم، يا من هو في حكمته لطيف، يا من هو في لطفه قديم. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا من لا يرجى إلا فضله، يا من لا يسأل إلا عفوه، يا من لا ينظر إلا بره، يا من لا يخاف إلا عدله، يا من لا يدوم إلا ملكه، يا من لا سلطان إلا سلطانه، يا من وسعت كل شيء رحمته، يا من سبقت رحمته غضبا، يا من أحاط بكل شيء علمه، يا من ليس أحد مثله. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا غافر الذنب، يا قابل التوب، يا خالق الخلق، يا صادق الوعد، يا موفي العهد، يا عالم السر، يا فالق الحب، يا رازق الأنام. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. اللهم إني أسألك باسمك يا علي يا وفي يا غني يا ملي يا حفي يا رضي يا زكي يا بديع يا قوي يا ولي. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا من
من أظهر الجميل، يا من ستر القبيح، يا من لم يؤاخذ بالجريرة، يا من لم يهتك الستر، يا عظيم العفو، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا ذا النعمة السابغة، يا ذا الرحمة الواسعة، يا ذا المنة السابقة، يا ذا الحكمة البالغة، يا ذا القدرة الكاملة، يا ذا الحجة القاطعة، يا ذا الكرامة الظاهرة، يا ذا العزة الدائمة، يا ذا القوة المتينة، يا ذا العظمة المنيعة. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا بديع السماوات، يا جاعل الظلمات، يا راحم العذرات، يا مقيل العثرات، يا ساتر العورات، يا محيي الأموات، يا منزل الآيات، يا مضعف الحسنات، يا ماحي السيئات، يا شديد النقمات. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. اللهم إني أسألك باسمك يا مصور، يا مقدر، يا مدبر، يا مطهر، يا منور، يا ميسر، يا مبشر، يا منذر، يا مقدم، يا مؤخر. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا رب البيت الحرام، يا رب الشهر الحرام، يا رب البلد الحرام، يا رب الركن والمقام، يا رب المشعر الحرام، يا رب المسجد الحرام، يا رب الحل والحرام، يا
يا رب النور والظلام، يا رب التحية والسلام، يا رب القدرة في الأنام. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا أحكم الحاكمين، يا أعدل العادلين، يا أصدق الصادقين، يا أطهر الطاهرين، يا أحسن الخالقين، يا أسرع الحاسبين، يا أسمع السامعين، يا أبصر الناظرين، يا أشفع الشافعين، يا أكرم الأكرمين. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا عماد من لا عماد له، يا سند من لا سند له، يا ذخر من لا ذخر له، يا حرز من لا حرز له، يا غياث من لا غياث له، يا فخر من لا فخر له، يا عز من لا عز له، يا معين من لا معين له، يا أنيس من لا أنيس له، يا أمان من لا أمان له. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. اللهم إني أسألك باسمك يا عاصم يا قائم يا دائم يا رحيم يا سالم يا حاكم يا عالم يا قاسم يا قابض يا بسيط. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا عاصم من استعصمه، يا راحم من استرحمه، يا غافر من استغفره، يا ناصر من استنصره، يا حافظ من استحفظه، يا مكرم من استكرمه، يا مرشد من استرشده، يا صريخ من استصرخه، يا معين من استعانا، يا مغيث من استغاث. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا عزيزا لا يضام، يا لطيفا لا يرام، يا قيوما لا ينام، يا دائما لا يفوت، يا حيا لا يموت، يا ملكا لا يزول، يا باقيا لا يفنى، يا عالما لا يجهل، يا صمدا لا يطعم، يا قويا لا يضعف.
سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. اللهم إني أسألك باسمك يا أحد يا واحد يا شاهد يا ماجد يا حميد يا راشد يا باعث يا وارث يا ضار يا نافع. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. يا أعظم من كل عظيم يا أكرم من كل كريم يا أرحم من كل رحيم يا أعلم من كل عليم يا أحكم من كل حكيم يا أقدم من كل قديم يا أكبر من كل كبير يا ألطف من كل لطيف يا أجل من كل جليل يا أعز من كل عزيز. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. يا كريم الصفح يا عظيم المان يا كثير الخير يا قديم الفضل يا دائم اللطف يا لطيف الصون يا منفس الكرب يا كاشف الضر يا مالك الملك يا قاضي الحق. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. يا من هو في عهده وفي يا من هو في وفائه قوي يا من هو في قوته علي يا من هو في علوه قريب يا من هو في قربه لطيف يا من هو في لطفه شريف يا من هو في شرفه عزيز يا من هو في عزه عظيم يا من هو في عظمته مجيد يا من هو في مجده حميد. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. اللهم إني أسألك باسمك يا كافي يا شافي يا وافي يا معافي يا هادي يا داعي يا قاضي يا راضي يا عالي يا باقي. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. يا من كل شيء خاضع له يا من كل شيء خاشع له يا من كل شيء كائن له يا من كل شيء موجود به يا من كل شيء منيب إليه يا من كل شيء خائف منه يا من كل شيء قائم به يا من كل شيء صائر إليه
يا من كل شيء يسبح بحمده، يا من كل شيء هالك إلا وجهه. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا من لا مفر إلا إليه، يا من لا مفزع إلا إليه، يا من لا مقصد إلا إليه، يا من لا منجا منه إلا إليه، يا من لا يرغب إلا إليه، يا من لا حول ولا قوة إلا به، يا من لا يستعان إلا به، يا من لا يتوكل إلا عليه، يا من لا يرجى إلا هو، يا من لا يعبد إلا هو. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا خير المرغوبين، يا خير المرغوبين، يا خير المطلوبين، يا خير المسؤولين، يا خير المقصودين، يا خير المذكورين، يا خير المشكورين، يا خير المحبوبين، يا خير المدعوين، يا خير المستأنسين. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. اللهم إني أسألك باسمك يا غافر يا ساتر يا قادر، يا قاهر يا فاطر، يا كاسر يا جابر، يا ذاكر يا ناظر يا ناصر. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا من خلق فسوى، يا من قدر فهدى، يا من يكشف البلوى، يا من يسمع النجوى، يا من ينقذ الغرقى، يا من ينجي الهلكى، يا من يشفي المرضى، يا من يشفي المرضى، يا من أضحك وأبكى، يا من أمات وأحيا، يا من خلق الزوجين الذكر والأنثى. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. البحر سبيل، يا من في الآفاق آيات، يا من في الآيات برهان، يا من في السماء قدرة، يا من في القبور عبرة، يا من في القيامة ملك، يا من في الحساب هيبة، يا من في الميزان قضاء،
يا من في الجنة ثوابه، يا من في النار عقابه. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا من إليه يهرب الخائفون، يا من إليه يفزع المذنبون، يا من إليه يقصد المنيبون، يا من إليه يرغب الزاهدون، يا من إليه يلجأ المتحيرون، يا من به يستأنس المريدون، يا من به يفتخر المحبون، يا من في عفوه يطمع الخاطئون، يا من إليه يسكن الموقنون، يا من عليه يتوكل المتوكلون. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. اللهم إني أسألك باسمك يا حبيب يا طبيب يا قريب يا رقيب يا حسيب يا مهيب يا مثيب يا مجيب يا خبير يا بصير. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا أقرب من كل قريب، يا أحب من كل حبيب، يا أبصر من كل بصير، يا أخبر من كل خبير، يا أشرف من كل شريف، يا أرفع من كل رفيع، يا أقوى من كل قوي، يا أغنى من كل غني، يا أجود من كل جواد، يا أرأف من كل رؤوف. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا غالبا غير مغلوب، يا صانعا غير مصنوع، يا خالقا غير مخلوق، يا مالكا غير مملوك، يا قاهرا غير مقهور، يا رافعا غير مرفوع، يا حافظا غير محفوظ، يا ناصرا غير منصور، يا شاهدا غير غائب، يا قريبا غير بعيد. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا نور النور، يا منور النور، يا خالق النور، يا مدبر النور، يا مقدر النور، يا نور كل نور، يا نورا قبل كل نور، يا نورا بعد كل نور، يا نورا فوق كل نور، يا نورا ليس كمثله نور.
سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. يا من عطاؤه شريف يا من فعله لطيف يا من لطفه مقيم يا من إحسانه قديم يا من قوله حق يا من وعده صدق يا من عفوه فضل يا من عذابه عادل يا من ذكره حلو يا من فضله عميم. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. اللهم إني أسألك باسمك يا مسهل يا مفصل يا مبدل يا مذلل يا منزل يا منول يا مفضل يا مجزل يا ممهل يا مجمل. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. يا من يرى ولا يرى يا من يخلق ولا يخلق يا من يهدي ولا يهدى يا من يحيي ولا يحيى يا من يسأل ولا يسأل يا من يطعم ولا يطعم يا من يجير ولا يجار عليه يا من يقضي ولا يقضى عليه يا من يحكم ولا يحكم عليه يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. يا نعم الحسيب يا نعم الطبيب يا نعم الرقيب يا نعم القريب يا نعم المجيب يا نعم الحبيب يا نعم الكفيل يا نعم الوكيل يا نعم المولى يا نعم النصير. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. يا سرور العارفين يا منى المحبين يا أنيس المريدين يا حبيب التوابين يا رازق المقلين يا رجاء المذنبين يا قرة عين العابدين
يا منفس عن المكروبين، يا مفرج عن المغمومين، يا إله الأولين والآخرين. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. اللهم إني أسألك باسمك يا ربنا يا إلهنا يا سيدنا يا مولانا يا ناصرنا يا حافظنا يا دليلنا يا معيننا يا حبيبنا يا طبيبنا. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا رب النبيين والأبرار، يا رب الصديقين والأخيار، يا رب الجنة والنار، يا رب الصغار والكبار، يا رب الحبوب والثمار، يا رب الأنهار والأشجار، يا رب الصحاري والقفار، يا رب البراري والبحار، يا رب الليل والنهار، يا رب الإعلان والإسرار. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا من نفذ في كل شيء أمره، يا من لحق بكل شيء علمه، يا من بلغت إلى كل شيء قدرته، يا من لا تحصي العباد نعمه، يا من لا تبلغ الخلائق شكره، يا من لا تدرك الأفهام جلاله، يا من لا تنال الأوهام كنها، يا من العظمة والكبرياء رداؤه، يا من لا ترد العباد قضاءه، يا من لا ملك إلا ملكه، يا من لا عطاء إلا عطاؤه. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا من له المثل الأعلى، يا من له الصفات العليا، يا من له الآخرة والأولى، يا من له جنة المأوى، يا من له الآيات الكبرى، يا من له الأسماء الحسنى، يا من له الحكم والقضاء، يا من له الهواء والفضاء، يا من له العرش والثرى، يا من له السماوات العلى. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا
أسألك باسمك يا عفو يا غفور يا صبور يا شكور يا رؤوف يا عطوف يا مسؤول يا ودود يا سبوح يا قدوس سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب يا من في السماء عظمته يا من في الأرض آياته يا من في كل شيء دلائله يا من في البحار عجائبه يا من في الجبال خزائنه يا من يبدأ الخلق ثم يعيده يا من يرجع الأمر كله إليه يا من أظهر في كل شيء لطفه يا من أحسن كل شيء خلقه يا من تصرف في الخلائق قدرته سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب يا حبيب من لا حبيب له يا طبيب من لا طبيب له يا مجيب من لا مجيب له يا شفيق من لا شفيق له يا رفيق من لا رفيق له يا مغيث من لا مغيث له يا دليل من لا دليل له يا أنيس من لا أنيس له يا راحم من لا راحم له يا صاحب من لا صاحب له سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب يا كافي من استكفى يا هادي من استهدى يا كالئ من استكلى يا راعي من استرعى يا شافي من استشفى يا قاضي من استقضى يا مغني من استغنى يا موفي من استوفى يا مقوي من استقوى يا ولي من استولى سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب اللهم إني أسألك باسمك يا خالق يا رازق يا ناطق يا صادق يا فالق يا فارق يا فاتق يا راتق يا سابق يا سامع سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب يا من يقلب الليل والنهار يا من جعل الظلمات والأنوار يا من خلق الظل والحرور يا من سخر الشمس والقمر يا من قد قدرها الخير والشهر يا من خلق الموت والحياة
يا من له الخلق والآم، يا من لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، يا من ليس له شريك في الملك، يا من لم يكن له ولي من الذل. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا من يعلم مراد المريدين، يا من يعلم ضمير الصامتين، يا من يسمع أنين الواهنين، يا من يرى بكاء الخائفين، يا من يملك حوائج السائلين، يا من يقبل عذر التائبين، يا من لا يصلح عمل المفسدين، يا من لا يضيع أجر المحسنين، يا من لا يبعد عن قلوب العارفين، يا أجود الأجودين. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا دائم البقاء، يا سامع الدعاء، يا واسع العطاء، يا غافر الخطايا، يا بديع السماء، يا حسن البلاء، يا جميل الثناء، يا قديم السناء، يا كثير الوفاء، يا شريف الجزاء. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. اللهم إني أسألك باسمك يا ستار، يا غفار يا قهار، يا جبار يا صبار، يا بار يا مختار، يا فتاح يا نفاح يا مرتاح. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا من خلقني وسواني، يا من رزقني ورباني، يا من أطعمني وسقاني، يا من قربني وأدناني، يا من عصمني وكفاني، يا من حفظني وكلاني، يا من أعزني وأغناني، يا من وفقني وهداني، يا من آنسني وآواني، يا من أماتني وأحياني. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا من يحق الحق بكلمات، يا من يقبل التوبة عن عباده، يا من يحول بين المرء وقلبه،
يا من لا تنفع الشفاعة إلا بإذنه، يا من هو أعلم بمن ضل عن سبيله، يا من لا معقب لحكمه، يا من لا رد لقضائه، يا من انقاد كل شيء لأمره، يا من السماوات مطويات بيمينه، يا من يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا من جعل الأرض مهادا، يا من جعل الجبال أوتادا، يا من جعل الشمس سراجا، يا من جعل القمر نورا، يا من جعل الليل لباسا، يا من جعل النهار معاشا، يا من جعل النوم سباتا، يا من جعل السماء بناء، يا من جعل الأشياء أزواجا، يا من جعل النار مرصادا. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. اللهم إني أسألك باسمك يا سميع يا شفيع يا رفيع يا منيع يا سريع يا بديع يا كبير يا قدير يا خبير يا مجير. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا حيان قبل كل حي، يا حيان بعد كل حي، يا حي الذي ليس كمثله حي، يا حي الذي لا يشاركه حي، يا حي الذي لا يحتاج إلى حي، يا حي الذي يميت كل حي، يا حي الذي يرزق كل حي، يا حيان لم يرث الحياة من حي، يا حي الذي يحيي الموتى، يا حي يا قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا من له ذكر لا ينسى، يا من له نور لا يطفأ، يا من له نعم لا تعاد، يا من له ملك لا يزول، يا من له ثناء لا يحصى، يا من له جلال لا يكيف، يا من له كمال لا يدرك، يا من له قضاء لا يراد، يا من له صفات لا تبدل، يا من له نعوت لا تغير. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا رب العالمين، يا مالك يوم الدين، يا غاية
الطالبين يا ظهر اللاجئين يا مدرك الهاربين يا من يحب الصابرين يا من يحب التوابين يا من يحب المتطهرين يا من يحب المحسنين يا من هو أعلم بالمهتدين سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب اللهم إني أسألك باسمك يا شفيق يا رفيق يا حفيظ يا محيط يا مقيت يا مغيث يا معز يا مذل يا مبدئ يا معيد سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب يا من هو أحد بلا ضد يا من هو فرد بلا ند يا من هو صمد بلا عيب يا من هو وتر بلا كيف يا من هو قاض بلا حيف يا من هو رب بلا وزير يا من هو عزيز بلا ذل يا من هو غني بلا فقر يا من هو ملك بلا عزل يا من هو موصوف بلا شبيه سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب يا من ذكره شرف للذاكرين يا من شكره فوز للشاكرين يا من حمده عز للحامدين يا من طاعته نجاة للمطيعين يا من بابه مفتوح للطالبين يا من سبيله واضح للمنيبين يا من آياته برهان للناظرين يا من كتابه تذكرة للمتقين يا من رزقه عموم للطائعين والعاصين يا من رحمته قريب من المحسنين سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب يا من تبارك اسمه يا من تعالى جده يا من لا إله غيره يا من جل ثناؤه يا من تقدست أسماؤه يا من يدوم بقاؤه يا من العظمة بهاؤه يا من الكبرياء رداؤه يا من لا تحصى آلاؤه يا من لا تعد نعماؤه سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث
خلصنا من النار يا رب. اللهم إني أسألك باسمك يا معين يا أمين يا مبين يا متين يا مكين يا رشيد يا حميد يا مجيد يا شديد يا شهيد. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. يا ذا العرش المجيد يا ذا القول السديد يا ذا الفعل الرشيد يا ذا البطش الشديد يا ذا الوعد والوعيد يا من هو الولي الحميد يا من هو فعال لما يريد يا من هو قريب غير بعيد يا من هو على كل شيء شهيد يا من هو ليس بظلام للعبيد. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. يا من لا شريك له ولا وزير يا من لا شبيه له ولا نظير يا خالق الشمس والقمر المنير يا مغني البائس الفقير يا رازق الطفل الصغير يا راحم الشيخ الكبير يا جابر العظم الكسير يا عصمة الخائف المستجير يا من هو بعباده خبير بصير يا من هو على كل شيء قدير. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. يا ذا الجود والنعم يا ذا الفضل والكرم يا خالق اللوح والقلم يا بارئ الذر والنسم يا ذا البأس والنقام يا ملهم العرب والعجام يا كاشف الضر والألم يا عالم السر والهمام يا رب البيت والحرام يا من خلق الأشياء من العدم. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. اللهم إني أسألك باسمك يا فاعل يا جاعل يا قابل يا كامل يا فاصل يا واصل يا عادل يا غالب يا طالب يا واهب. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. يا من أنعم بطوله يا من أكرم بجوده يا من جاد بلطفه يا من تعزز بقدرته
يا من قدر بحكمته، يا من حكم بتدبيره، يا من دبر بعلمه، يا من تجاوز بحلمه، يا من دنا في علوه، يا من علا في دنوه. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا من يخلق ما يشاء، يا من يفعل ما يشاء، يا من يهدي من يشاء، يا من يضل من يشاء، يا من يعذب من يشاء، يا من يغفر لمن يشاء، يا من يعز من يشاء، يا من يذل من يشاء، يا مصور في الأرحام ما يشاء، يا من يختص برحمته من يشاء. سبحانك يا لا إله إلا أنت يا الله الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا من لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، يا من جعل لكل شيء قدرا، يا من لا يشارك في حكمه أحدا، يا من لا يشرك في حكمه أحدا، يا من جعل الملائكة رسلا، يا من جعل في السماء بروجا، يا من جعل الأرض قرارا، يا من خلق من الماء بشرا، يا من جعل لكل شيء أمدا، يا من أحاط بكل شيء علما، يا من أحصى كل شيء عددا. سبحانك يا لا إله إلا أنت يا الله الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. اللهم إني أسألك باسمك يا أول يا آخر، يا ظاهر يا باطن، يا بر يا حق، يا فرد يا وتر، يا صمد يا سرمد. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا خير معروف عرف، يا أفضل معبود عبيد، يا أجل مشكور شكر، يا أعز مذكور ذكر، يا أعلى محمود حمد، يا أقدم موجود طلب، يا أرفع موصوف وصيف، يا أكبر مقصود قصد، يا أكرم مسؤول سئل، يا أشرف محبوب عليم. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث،
خلصنا من النار يا رب. يا حبيب الباكين، يا سيد المتوكلين، يا هادي المضلين، يا ولي المؤمنين، يا أنيس الذاكرين، يا مفزع الملهوفين، يا منجي الصادقين، يا أقدر القادرين، يا أعلم العالمين، يا إله الخلق أجمعين. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا من على فقهار، يا من ملك فقدار، يا من بطن فخبار، يا من عبد فشكر، يا من عصي فغفر، يا من لا تحويه الفكار، يا من لا يدركه بصار، يا من لا يخفى عليه أثار، يا رازق البشر، يا مقدر كل قدر. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. اللهم إني أسألك باسمك يا حافظ، يا بارئ يا ذارئ، يا باذخ يا فارج، يا فاتح يا كاشف، يا ضامن يا آمر يا ناهي. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا من لا يعلم الغيب إلا هو، يا من لا يصرف السوء إلا هو، يا من لا يخلق الخلق إلا هو، يا من لا يغفر الذنب إلا هو، يا من لا يتم النعمة إلا هو، يا من لا يقلب القلوب إلا هو، يا من لا يدبر الأمر إلا هو، يا من لا ينزل الغيث إلا هو، يا من لا يبسط الرزق إلا هو، يا من لا يحيي الموتى إلا هو. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. معين الضعفاء، يا صاحب الغرباء، يا ناصر الأولياء، يا قاهر الأعداء، يا رافع السماء، يا أنيس الأصفياء، يا حبيب الأتقياء، يا كنز الفقراء، يا إله الأغنياء، يا أكرم الكرماء. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا كافيا من كل شيء، يا قائما على كل شيء،
يا من لا يشبهه شيء، يا من لا يزيد في ملكه شيء، يا من لا يخفى عليه شيء، يا من لا ينقص من خزائنه شيء، يا من ليس كمثله شيء، يا من لا يعزب عن علمه شيء، يا من هو خبير بكل شيء، يا من وسعت رحمته كل شيء. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. اللهم إني أسألك باسمك يا مكرم يا مطعم يا منعم يا معطي يا مغني يا مقني يا مفني يا محيي يا مرضي يا منجي. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا أول كل شيء وآخرا، يا إله كل شيء ومليكا، يا رب كل شيء وصانعا، يا بارئ كل شيء وخالقا، يا قابض كل شيء وباسطا، يا مبدئ كل شيء ومعيد، يا منشئ كل شيء ومقدرا، يا مكونا كل شيء ومحولا، يا محيا كل شيء ومميتا، يا خالق كل شيء ووارثا. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا خير ذاكر ومذكور، يا خير شاكر ومشكور، يا خير حامد ومحمود، يا خير شاهد ومشهود، يا خير داع ومدعو، يا خير مجيب ومجاب، يا خير مؤنس وأنيس، يا خير صاحب وجليس، يا خير مقصود ومطلوب، يا خير حبيب ومحبوب. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا من هو لمن دعاه مجيب، يا من هو لمن أطاعه حبيب، يا من هو إلى من أحبه قريب، يا من هو بمن استحفظه رقيب، يا من هو بمن رجاه كريم، يا من هو بمن عصاه حليم، يا من هو في عظمته رحيم، يا من هو في حكمته عظيم، يا من هو في إحسانه قديم، يا من هو بمن أراده عليم. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. اللهم إني أسألك باسمك يا مسبب
يا مرغب يا مقلب يا معقب يا مرتب يا مخوف يا محذر يا مذكر يا مسخر يا مغير. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا من علمه سابق، يا من وعده صادق، يا من لطفه ظاهر، يا من أمره غالب، يا من كتابه محكم، يا من قضاؤه كائن، يا من قرآنه مجيد، يا من ملكه قديم، يا من فضله عميم، يا من عرشه عظيم. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا من لا يشغله سمع عن سمع، يا من لا يمنعه فعل عن فعل، يا من لا يلهيه قول عن قول، يا من لا يغلطه سؤال عن سؤال، يا من لا يحججه شيء عن شيء، يا من لا يحجبه شيء عن شيء، يا من لا يبرمه إلحاح الملحين، يا من هو غاية مراد المريدين، يا من هو منتهى همم العارفين، يا من هو منتهى طلب الطالبين، يا من لا يخفى عليه ذرة في العالمين. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا حليما لا يعجل، يا جوادا لا يبخل، يا صادقا لا يخلف، يا وهابا لا يمال، يا قاهرا لا يغلب، يا عظيما لا يوصف، يا عدلا لا يحيف، يا غنيا لا يفتقر، يا كبيرا لا يصغر، يا حافظا لا يغفل، سبحانك سبحانك يا لا إله إلا أنت. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي يا من برحمته يستغيث المذنبون، ويا من إلى ذكر إحسانه يفزع المضطرون، ويا من لخيفته ينتحب الخاطئون، أنت الذي وسعت كل شيء رحمة وعلما، وأنت الذي جعلت لكل مخلوق
في نعمك سهما، وأنت الذي عفوه أعلى من عقابه، وأنت الذي تسعى رحمته أمام غضبه، وأنا الذي أوقرت الخطايا ظهره، وأنا الذي أفنت الذنوب عمره، وأنا الذي بجهله عصاك ولم تكن أهلا منه لذلك. إلهي لا تعرض عني وقد أقبلت عليك، ولا تحرمني وقد رغبت إليك. اللهم إنا نتوجه إليك بهذه الليلة التي جعلتها خيرا من ألف شهر، ما أنزلت فيها من كتابك المنزل على صدر نبيك المرسل، أن تنقضي هذه الليلة وقد كتبتنا ممن حاز أجرها وبركاتها. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. اللهم لا تحرمنا رحمتك وغفرانك. اللهم إنا مثقلون بالذنوب ولا يزيلها إلا عفوك، وأنت العفو الغفور. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأهلينا وإخواننا وللمؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصر المجاهدين والمقاتلين في سبيل الله، وثبت أقدامهم، وسدد رميتهم، وأهلك عدوهم. اللهم ارحم شهداءنا وشافي جرحانا، واحفظ بلدنا من كل سوء. اللهم شاف مرضى المؤمنين والمؤمنات، وخصوصا من عنيناهم بالدعاء. اللهم داوهم بدوائك، وشافهم بشفائك، وألبسهم ثياب العافية. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا رب على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على آل محمد وآل محمد. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ومن مات على الهدى والولاية والإيمان، رحم الله من يقرأ سورة المباركة الفاتحة معطرة بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
أفلا تعقلون؟